فين. تعالوا نشوف في سجن النساء الحقيقة كمان ذهبنا إلى هناك، كان بيتم الاحتفال بلقاء سجينات مع أطفالهن، مشاهد تجمع ما بين المأساة وما بين العاطفة الشديدة زي ما هتشوفوا. السجينة في كل الأحوال، السجينات اللي هتشوفوهم محكومات عليهن في قضايا متعددة تحت أي عناوين، لكن لا يجب أن نعاقب المتهم. أحيانا البعض بيقتل وبيسرق لأسباب اجتماعية، ده مش معناه أن نشجعه على ذلك، ولكن هو عوقب. لكن إذا عنده أطفال كيف يمكن أن نوفر الفرص الملائمة للالتقاء بأطفالهن كما سنشاهد. الحكاية ما بتنتهيش، لطفل جوايا كان نفسه في يوم يعيش. والحكاية ما بتنتهيش. يوم إنساني مميز بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بنحتفل بعيد الطفولة بشكل مختلف مع أطفال الأمهات السجينات ومع الأمهات السجينات، حالة من الفرح والدموع والضحك واللعب. أطفال الموجودين هنا هم مفيش ليهم ذنب ظروفهم الاجتماعية أو البيئية هي اللي وضعتهم في هذا المكان، لكن هذا لا يمنع من هم يحتفلوا بهذا اليوم مثلهم مثل أي طفل موجود برا. قام قطاع مصلحة السجون مشكورا بتوفير سيارات توجهت لدور الرعاية الخارجية لاستحباب الأطفال اللي هم فوق سن السنتين. طبعا حضرتك عارفة أن طبقا للقانون الطفل بيلازم والدته في محبسها حتى عمر سنتين، وبعد عمر سنتين بيتم خروجه يا إما في رعاية أحد مثلا والديه أو أسرته يعني، أو بيتم إيداعه في أحد دور الرعاية اللي بتكون طبعا لها سمعة طيبة في الاعتناء بالأطفال. بس عرفت مكتوب على كبير إن اللي فات عامل عينيا قبل ما تروح مني هنا، واخد عيالي في حضني، مش عايزه حاجه تاني. صعب بيصعب عليا من امي واخواتي وجوزي اللي هما يعني ما بيقوليش وكده، كانوا بيقولي وفجاه قطعوا. عندي ولدين، لا انا ما اعرفش عنهم حاجه خالص من 2005، بس من جوايا طبعا شرخ كبير قوي. انا اتكلمت كتير وبعت لهم كتير، كانت الناس بره حن عليا منه. نفسي اشتغل واجيب لها كل حاجه واعوض لها الايام اللي انا كنت هنا فيها، لان هي كل حاجه في حياتي. بقعد اعيط وازعل واظلم نفسي، يعني بقول يا رب بس عملنا كل حاجه حلوه بره وعوض عن ايام اللي شفتها هنا. انا خدت هنا عشان يعني عنبر الاطفال هنا كويس عن العنابر الثانيه، والدار هنا بتعامل الاطفال كويسه وكده. ندمانه طبعا، ندمانه على بنتي اللي راحت، وندمانه على نفسي، ندمانه على عيالي، ندمانه على كل حاجه. نفسي اعمل لها كل حاجه حلوه والله، ونفسي اعلمها واعلم اخواتها، نفسي يخشوا المدارس ويتعلموا، وربنا يسامحني قبل ده كل شيء عشان احس ان انا شايله الذنب. ندمانه بس مظلومه والله، اربع عيال بره سايباهم. وعشت فيها عمري وايام، بس الزمان مضيش، يمكن تكون. نفسي مامتي تكون معايا وهي اللي تربيني. المهم ان انا جيت قعدت مع ماما واتبسطت معاها، وفضلنا نلعب مع الارجوز واتبسطنا مع ماما، والحمد لله. بشكر كل اللي عملوا لنا الحفله دي.
زعلانة عشان شرر اللي عملتي في كده. مشاهد إنسانية لا يجب أن يعاقب المتهم أو المحكوم عليه أكثر من مرة، كلهن عوقبنا في جرائم مختلفة ومتعددة، بس عندهم أبناء، كيف يمكن أن ننظم هذه اللقاءات دائما؟ وبعدين نقعد نتخيل بقى، طب الطفل اللي بيقابل أمه السجينة داخل السجن كمان كيف لا يؤثر عليه هذا المشهد يعني، ولا ينطبع في ذهني، ما ذنبه انه يبتدي يسأل طيب الام سجينة ولابسة ليه كده؟ اتمنى انه يتم توفير هذه اللقاءات في جو انساني، هي بداية لكن يمكن توفيرها في جو انساني ايضا. البعض هيقولك احنا هنكافئهم، ما انا مش هعاقبهم مرتين ثلاثة ومش هعاقب المجتمع.